ضيفتنا لليوم هي صبية سورية مجتهدة ونشيطة كتير 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 كتير. اسمها مرتبط بأهم وأفضل ممثل سوري عربي، مع أنه ما كان ببالها غير المحاكم والقانون، ولكن بهذا المجال ما كان لها نصيب وأخذتها الظروف لحتى تدرس صحافة تلفزيونية. وللصراحة نحن كنا المحظوظين بمعرفة شغفها بالصدفة بسبب نقاوة وبراعة الشيء يلي عم تكتبه وتأخرجه. صار معي بالاستوديو لوتس مسعود، يسعد اوقاتك لوتس. اوقاتك يا رب، وشكرا على المقدمة الحلوة، يعني معلومات دقيقة جدا. لوتس لكي، انا بدي رجعك لورا شوي للطفولة. مثل ما قلت هلا بالمقدمة، انت ما كان ببالك لا الاعلام ولا الصحافة ولا شيء من هذا كله، تمام؟ والدك موجود بالمهنة من زمان، تمام. كلياتنا وقت كنا صغار كان عندنا حلم انه نفيق تنهار ونروح مع اهالينا على دوامه. عرفتي هي الشغل تماما. انت ما كنتي تروحي، ما كنتي هيك تلزقي بابوكي انه خدني معك لشوف كيف بدك تصور، ولا لا يعني كنتي هيك بعيده؟ والله بلا، كنت حب كثير، ولقلك اكثر من التصوير كنت حب روح معه على المسرح. يعني لوكيشنات تصوير كنت حبها، بس شوف انه كثير عجقه وكثير عالم وهيك بلحظه معينه كثير فوضى لبين ما يبلشوا تصوير المشهد، وانتظار طويل جدا، يعني كان انا لحالي ملفه كيف اللي عم يشتغلوا هنيك. اما بالمسرح كنت لاقي متعه اكثر اني روح معه على البروفات. يعني انا ثلاث ارباع بروفات المسرحيات يلي مشتغله ان كان كممثل او كمخرج كنت انا واخي حاضرين فيها. حلو. وحتى اذا بدك يعني هي يمكن اول مره بحكيها، أنا يعني أول مرة هيك يعني عملت فعل كطفل إنه بلش هيك يوعى شوي كان بالمسرح. أوكي. وما بعرف إذا بتذكره، كان مع أستاذ قصي خولي بمسرحية كسور بال 2001 تقريباً. كانوا هي بروفات مسرحية، وعملت هيك تصرف ما فيني أحكيها هلا، تصرف جداً شخصي لطفل يعني. فكان إيه هي العلاقة بالمسرح كانت كثير مبكرة، وكنت أنا أحب كثير إني أكون هنيك. وحتى وظائفنا بالمدرسة أنا وأخي، كانت ماما تاخذنا من المدرسة نروح نكتبهم هنيك بالبروفات، ويكون بابا عم يشتغل مع الممثلين. طب كل هاد ما خلاك تفكري بهذا المجال من أنت وصغيرة؟ خلاني أفكر فيه بجانب الكتابة، يعني أنا الكتابة إذا بدك قبل ما أفوت على الجامعة ومن لما كنت بالمدرسة أنا عم جرب وعم بكتب شغلات لحالي، وهيك خليها على جنب تجارب كثير شخصية تكون. هلا ما كنت اعرف وصفها ان كانت هي مسرح ولا افلام قصيره ولا قصص، ما كنت اعرف شو هي، بس افكار كثير تخطر على بالي واقعد هيك اكتبها على جنب وخليها. عرفتي؟ حلو كثير. فايه هلا، وحتى يعني من جانب المسرح في كثير مرات انا كاتبه مسرحيات. في مسرحيه انا لهلا بابا بضحكني هيك عليها لما نتذكر انا وياه، كنت صف خامس كتبتها وبدي اعملها مع رفقاتي بالمدرسه، وكنت عم بسرق مشاهد عم شوفها من بروفيت بابا وروح اقدمها على انه انا كاتبتها بالمدرسه. عرفتي يعني ثقه مبكره. وروح اقدمها، وكان اسمها المسرحيه ماذا بعد الصمت، هلا بتذكرها. طبعا مسرحيه سخيفه جدا يعني. لا لا يعني توصف بوقتها، بوقتها بالعكس لازم تكون مهمه جدا بوقتها. عم تقولي صف خامس؟ يعني كنت عم حاول انه اجبر بابا يقراها ويمدحني. عرفتي انه اذا ما مدحني وما عجبته ففي مشكله يعني. لكن لا تزعلي، نحن اللي بنعمله من سنه بنقول عنه سخيف. والله مظبوط. هلا بعد كل هالعمر تماما. فايه يعني جانب الكتابه هو اللي كان كثير متاثر بالمسرح هلا كثير. طب يعني عم تحكي وتحكي تفاصيل، شو اللي جذبك بالقانون والمحاكم والحقوق؟ بصراحة أول شيء المجموع اللي جبته بالبكالوريا، يعني أنا جبت دائما إنه جبتي مجموع عالي بالأدبي فأنت لازم تروحي على الحقوق، جبتي مجموع عالي بالعلمي لازم تروحي طب أو هندسة. صحيح صحيح. في شغلات حتى نحن اللي بنرفض إنه نتأطر فيها أو إنه نكون خلص ضمن قالب معين، نكبر ونحن خلص براسنا انه انا جبت هذا المجموع حرام، هي الكلمه انه حرام انا درست كل هالدراسه وما اروح حقوق اعلى فرع بالادبي يعتبر. فرحت والله حقوق ودرست شهرين تقريبا، بس بعدين اللي صار انه سبحان الله، يعني لما ربك ما يكون رايد شيء يكون فخلص يعني. صحيح. ما بتزبط 100%. فبوقتها يعني كان الوضع الامني بدمشق تحديدا كثير سيء، وقذائف الهاون اللي كانت عم تنزل ليل نهار، فنزل قذيفه بكليه الحقوق بس، او يمكن كليه الاقتصاد او شيء ما بتذكر شو كانت. انا ما نفدت ولا كليه، ما نفدت، كان في قذائف بشكل مستمر وعلى طريق اللي انا كنت روح عليه. فبابا خاف كثير وقال لي انه لا، يبدو انه ما حقدر اخليكي تكملي. سافرنا على بيروت ومن هنيك بلشنا. اخترتي بقى الصحافه التلفزيونيه. لوتس عندك كثير اعمال، انت مانك حدا، وفعلا اللي قلته بالمقدمه بدي ارجع له اكثر من مره، انت حدا مجتهد جدا. يعني بتطلعي من شغله بترجعي بتفوتي بشغله، ما اكتفيتي فقط بالكتابه، كان عندك تجربه بالاخراج بال 2019، هلا رجعنا المواقع كلها عم تحكي على الخروج الى الداخل. هذا الفيلم القصير رح نشوفه ان شاء الله قريبا. ان شاء الله يا رب.
بدي تحكي لي عن الخروج إلى الداخل، هاي التجربة بدي هيك من وجهة نظرك، خاصة أنتوا هلأ بأصعب مرحلة. يمكن صح التصوير صعب، ولكن كل التقدير لكل العاملين طبعاً اللي بيكونوا بعد العمل، اللي هو الخط الأخير عندهم، اللي هن المونتاج. صح أكيد صح. العمليات الفنية يلي بتصير وحتى التقنية، فأنت هون بهالمرحلة وهي المرحلة الأصعب. أي والله، لأنه بدك توصل بقى للجمهور. صح. فحكي لي عن الخروج إلى الداخل. الخروج إلى الداخل أنا كاتبته من 2020 وقدمته للمؤسسة العامة للسينما. كان وقتها في مسابقة أفضل سيناريو، كان عن فئتين، في أفضل سيناريو الواقع الراهن والأطفال، سينما الأطفال. فأنا بصراحة كنت باتجاه الواقع الراهن أكتر، يعني منجذبة لهذا الجانب أكتر. قدمت هذا السيناريو ونسيته. أنا أي شيء بقدمه ما عاد ضل فكر فيه ولا بنترول، لأنه خلص بتركه، أنه إذا بده ينجح فبيرجع بيقول لي أنه أنا نجحت، عرفتي، أنه السيناريو أو أي شيء بقدمه. فالحمد لله نجح النص بمسابقة السيناريو، حكوا معي وقالوا لي وهيك. بس وقتها كان صار كورونا، وقفت كل العمليات اللي ممكن لها علاقة بالتصوير. 2020 هذا 2020 أول كورونا، فما قدرنا ننفذه بوقتها، وأنا نسيته بصراحة يعني، ورحت لمشاريع تانية. فبلشت أكتب شيء بالدراما يعني، وشي شغلات مشاريع أخرى، مشاريع شخصية أكتبها أشتغل عليها. وإذ بيجيني تليفون من المؤسسة إنه بدنا نشتغل هلأ الخروج إلى الداخل. فأنا كنت بحالة خوف إنه أنا نسياني أوريدي شو هو النص. ما بعرف إذا فيني أرجع له هيك، إنه هدول سنتين سنتين وأنتي ما بتعرفي بوقتها شو كنتي عم تفكري لما عملتي هذا النص ولما كتبتي. رجعت قريته لقيت إنه بده تعديلات كثيرة، لأنه أكيد مثل ما حكيتي من شوي نحن شيء عاملينه من سنة بننتقد حالنا عليه 100%. فشلون من سنتين وفي توجهات اختلفت عندي، وفي طريقة أسلوب بالكتابة يمكن أكيد بفعل العمر والتجربة أكيد اختلف وتطور شوي. قلت لهم بدي أعدل عليه قبل ما أشتغله، قالوا لي أوكي يعني خدي وقتك عدي وخلينا نشتغل. وبلشنا تصوير وتحضيرات وهيك. ومثل ما قلتي من شوي، أنا بدي أشكر كل القائمين على هذا العمل واللي كانوا موجودين فيه واللي آمنوا فيه وتبنوا هذا المشروع. لأنه أنا بشوف يعني، أنا لما كنت عم بسأل البعض منهم أنه أنتوا يمكن ما بتحبوا تشتغلوا أفلام قصيرة بالعادة، شو اللي خلاكم هالمرة تشتغلوا أفلام قصيرة؟ اللي صار أنه في جملة كان عم يقولوها أنا كتير حبيتها، أنه نحن شفنا بهذا المشروع فكرة حابين نتبناها وحابين إنه نحكيها بهذا الوقت. طبعاً ما بعرف أنا هلأ يمكن بعد شوي بنحكي عن فكرة الفيلم، ولكن طبعاً يلي بقدر أقوله إنه هو تجسيد لمرحلة ما بعد الحرب، يلي أنا بشوفها طبعاً هي أخطر من مرحلة الحرب بكتير. نحن أساساً هلأ عم نعيشها، عم نعيشها. كونه عم تحكي عن موضوع الفكرة، أكيد لكي في كتير ناس بس يسمعوا قصة عن الحرب إنه ملينا منها، إنه خلص صح نحن بدنا نطلع من هذا الموضوع تماما. فكتير عالم حكت عن فكرة إنه نحن ملينا من قصص الحرب. مزبوط. بس أنا قبل ما فوت معك بالقصة بصراحة بدي تحكي لي شوي عن لوتس المخرجة. يعني أنت عصبية بتعيطي بتخانقي ولا لا؟ لا والله كتير طلعت رايقة. طب أنا بالحياة الطبيعية كتير عصبية. رايقة طلعتي؟ طلعت هنيك بالإخراج بس. هلأ أنا يعني أنا بصراحة في معي حدا هلأ صار معي على التليفون حيأكد لي إذا كنتي رايقة ولا ما كنتي رايقة. الله يستر. مرحبا يا يزن. ميت مرحبا. مرحبا. كيفك يزن خليل الفنان؟ يزن خليل دخيل قلبك مشتاقكم والله كثير. ايه ابو تيم. يزن كنت عم بسألها للوتس كيف كنتي بالكواليس، فقالت لي كنت رايقه، فانا دغري جايبت لها الجواب اليقين. لا لا من لا بطل كثير رايقه كثير وحطابه وهيك، بس في يعني مثلا راح اقول لك حادثه صارت فورا تدل على روقانه يعني. انا مع اللي في عندنا مشهد فيه مثل ركض، يعني انا بدي اركض ورا حدا، فانا بالسيناريو مكتوب انه ارام يركض ورا فلان، هيك ثلاث جمل. ركضت ثلاث ارباع الشام، بغيت عم اركض من 7 الصبح لا تقريبا 4 ونص الظهر، وهي بكل رواقه عم تقول لي يزن بس هال 2 كيلومتر. بس حلاوتها انه برواق يعني، عرفتي؟ يزن بس هال 4 كيلومتر، يزن بدنا نحط الكاميرا على الاسطوح وتركضوا من اول الشارع لاخر الشارع. يا ايه انا ما شفت شيء من الرواق. انا ماني شايفه شيء من الرواق يا ابو تيم. اول شيء سعد مساكي لوتوس. يسعد مساكي. انا كثير انبسطت كثير بهي التجربة، وهيك تجربة غنية كثير على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني. والمنيح بالتجربة كان انه كان في هيك علاقة شراكة مهمة. صح. كثير في حدا مانو متعنت لرأيي. بالعكس هو بيقنعك باللي بده اياه بس بطريقة هيك
وانت رضيان وانت مبسوط وانت فرحان، حتى ولو كان في صعوبات بالتصوير وهذا طبيعي ودائما بيصير. صح. وجود لوتس وهيك ظل الخفيف بيخليك تحسي انه كل هذه الصعوبات عادي وبسيطه ولازم تنعمل، بتخفف من وطئتها يعني. وان شاء الله يكون هيك يا رب هذا العمل الجماعي يعني يثمر عن فيلم مثل ما بنتمنى نحن، يعني يليق بالناس اللي راح تشوفه وبالجمهور. يزن، اول شيء يعني بس اسمح لي اتشكرك، شكرا كثير لك على موافقتك بهي المداخله. انت انا فيني اقول له شيء؟ طبعا طبعا. انا بدي اول شيء سلم عليك، بما انه هيك يعني نحن فعلا يعني تعرفنا على بعض بشكل شخصي كثير وعرفنا هيك بعض بشكل اقرب من خلال هذا الفيلم. انا كثير بسمع عن يزن من خلال اصدقائه المقربين عنه قديش عن جد شخص ما في منه والله مو مجامله، يعني بيعرف مين الاشخاص اللي بينقلوا هذا الحكي. وانا لما حكينا عن الفيلم فانا كمان تفاجات حماسه لهذا الفيلم، لانه انا مثل ما قلتي هي تجربتي الثانيه بالاخراج بافلام القصيره، فممكن حدا يكون ما عنده الجراه انه يجرب مع حدا لساته يعني عم كثير خطوات اولى لساته بهذا المجال. انا كثير كنت مبسوطه بالحماس اللي عنده للمشروع، بالمجهود الكثير كبير يلي قدمه بهذا المشروع واللي ان شاء الله العالم رح تشوفه وتكون شاهده عليه من خلال عرض الفيلم. وبقدر اقول له انه هلا مع انه مرحله المونتاج يعني قد ايه انا شخصيا مستمتعه بكل لحظه كنت عم تقدمها بهذا الفيلم وبالتعب يلي تعبته معنا، وان شاء الله اللي بقدر اقول لك اياه انه هذا التعب ما يضيع ابدا. لا انا واثق 100% من انه هذا التعب ما راح يكون. انا ماني مع بصراحه فكره انه اول وثاني وثالث مره، يعني بالنهايه هذا فن. صح. يعني بفاز اي حدا عمره مثلا 14 سنه بيكون عنده فكره ما وصل لها حدا عمره 40 سنه. القصه مو بس العلاقه بالتراكم، العلاقه بالموهبه والعلاقه بقديش الواحد مشتغل على حاله. وانا كمان من اللحظه الاولى اللي سمعنا فيها انا ولوتوس، يعني هلا يبدو هو هذا الكلام هو هيك رومانسي وانه بس للاعلام، بس هو حقيقه 100%. الحماس اللي كان موجود عند كل الفريق هو مستمد من انه الماده المكتوبه هي ماده كثير غنيه وكثير تشبهنا، وطاقه لوتوس وقديش هي حدا عرفان شو بده بالضبط، وقديش هي حدا مانو لا يوحي ابدا بانه هي تجربته الثانيه حتى على المستوى التقني. يعني يبدو انه لوتوس شاغله على مخها كثير منيح وعندها هيك اطلاع على هاي الصنعه من لما كان صغيره، فهذا مريح كثير وبشجع وبيخلي كلنا نتحمس. يعني يزن هلا كنا فاتحين موضوع انا ولوتس على موضوع القصه، يعني مثلا في عالم هلا انه والله ملينا من الحرب، مع انه كلياتنا بنعرف انه الحرب عملت فينا اثار سلبيه بصحتنا النفسيه، نحن كلياتنا متعبين نفسيا. أكيد. شو اللي جذبك على هذا النص؟ ما عم يوصلك من الناس انه نحن ما بقى بدنا شيء عن الحرب، بدنا شيء ثاني، طلعونا من الحرب بقى. يبدو انه الناس ضايق خلقها من طريقه التعاطي مع الحرب. صحيح. طريقه التعاطي المباشره مع الحرب اذا فينا نقول. يعني في مقوله كثير مهمه لها علاقه بدراما بتقول انه الافكار ملقاه على قارات الطريق بس بتحتاج الى صياغه. هي الافكار نفسها كل حياتها كل عمرها، نحن بنحكي عن نفس المواضيع من لما بلشوا الاغريق بالمهنه يعني، ولكن طريقه التعاطي مع هي مع كيف الاثر النفسي للبشر على البشر للحرب، هون الجديد، هون الكيف اللي عم تقدمها لوتوس هي الجديده، وهي اللي هيك فيها شيء انساني عالي المستوى. صدقيني الناس لما بتحكي لها عن الحرب بطريقه تشبهها بتقبل وبتحب وبتنبسط، بس يبدو انه صار في جرعه كبيره من الحديث عن الحرب بشكل المباشر، الشكل اللي له علاقه بالدم واللي له علاقه بالعنف، مع انه العنف النفسي اللي تعرضنا له نحن بجوز يكون اكبر بكثير من العنف الجسدي، وهذا اللي عم يتطرق له الفيلم. صحيح. الاثر الاخلاقي والاجتماعي للحرب على شكل المجتمع كيف صار يعني. طب يزن، يعني من هذا الحكي نحن فهمنا انكم انتم وعديننا بعمل عن جد هيك يرجع رونق السينما حتى لو كان فيلم قصير، اتمنى شامل. اكيد يزن بدي اتشكر هاي المداخله عن جد، شكرا كثير. شكرا كثير. بس ما فيني اتجاوز واسالك سؤال هيك بالاخير، العام الاول لتيم كيف قطع معك؟ ان شاء الله بتشوفه يا رب. عريس يا رب. لك شغله هلا، يعني هي صعبه ما صعبه؟ تحتاج لساعات طويله من الحديث، ولكن في هيك متعه كبيره، وفي يعني في هيك حاله من الفرح مضافه طبعا، حاله من الغير الاحساس العالي بالمسؤوليه، ولكن هو في شيء كثير ممتع وكثير حلو بنحكي فيه بالتفصيل فيما بعد بوقته يعني. وعدني تكون معنا قريبا يا يزن لحتى احكي بالتفصيل معك بكل شيء. بتشرف اكيد دائما اكون معكم يعني. شكرا كثير يزن خليل. شكرا لك يزن، تحياتي كثير كبيره كمان للممثله العظيمه حلا رجب. اكيد سلامات، وبانتظاركم اكيد. اوكي شكرا كثير، وشكرا لوتوس. شكرا كثير يا يزن. باي باي يا يزن. لوتوس كان ضروري،
نحن نجمع هذا العمل لأنه فعلاً الضجة الكبيرة اللي صارت على الخروج إلى الداخل بهاي المراحل لسه ما وصل يعني لسه تمام صامحة العرض. تمام هذا الفيلم إمتى رح نحضره؟ وين رح نحضره؟ تفاصيل كيف فينا نشوف يزن خليل بهاي الحالة بإدارة كاميرا لوتس مسعود؟ هلا ان شاء الله هو الاكيد انه بده ينعرض خلال مهرجان سينما الشباب. هلا ايمتى رح يقام؟ انا ما كثير عندي فكره واضحه لانه مثل ما حكينا من شوي خلال كورونا توقف مهرجان سينما الشباب وهي الفعاليه كلياتها، فما بعرف في حكي على انه ممكن يكون بفتره مختلفه عن الفتره اللي بيقام فيها بالعاده، انا بتمنى يكون اقرب لانه انا حابه يعني فعلا مثل ما قلتي انه حابه اول شيء انه يزن يشوف التعب والمجهود يلي قدمه وكل اللي كانوا بالفيلم واللي بدي اشكرهم واحد واحد ان كان فنيين او فنانين اللي كانوا موجودين بالفيلم. وكمان بدي استغل هاي الفرصة طبعا لحتى اشكر الاستاذ القدير جدا تيسير ادريس يلي كان معنا ضيف شرف والفيلم ويلي قبل يكون معنا بمشهد واحد، فانا هي كثير كانت بتعني لي وقلت له انه ما حدا غيرك استاذ رح يعرف يكون بهذا المشهد ورح يعرف يقوله مثل ما هو مكتوب. حلو. فكان دغري معنا بدون نقاش وهيك، فبدي استغل الفرصة لاشكره. طبعا تحيات كثير كبيرة للفنان طبعاً القدير تيسير ادريس. لو تسلى في كثير ناس عم تسمعنا عم بيتابعونا، في البعض منهم دغري بيخطر على بالهم انه اكيد حتكون مدعومه. اي طبعا اكيد طبعا اكيد الكل حيساعدها طبعا، هي بنت غسان مسعود صح. انا عم بنقل حكي انا بيخطر على بالي وفي طرف ثاني بيقول نحن ما عم ناخذ فرصنا الصحيحه مزبوط، نحن بحاجه لواسطات وللاسف هذا الكلام موجود طبعاً ببلدنا طبعا وليس فقط حكر على مجال الكتابة أو الدراما أو التلفزيون أو السينما صح. هو موجود بكل المجالات صحيح. لوتس أنت هون شو بتقولي؟ أكيد لأبوك اسم بهذا الاجتهاد طبعا تمام؟ لأقول لك شغلة، أنا في مرة تواصلت مع صبية كانت بعثت لي مسج على الإنستغرام، نحن ما عندنا بعض على الإنستغرام بس هي بالمسجات اللي أنا ممكن فوت الأذرز شوفهم وطلع عليهم، فكانت عم تسألني هذا السؤال نفسه، قالت لي انه انا بدي اسالك لو انت مو بنت غسان مسعود، انت كان اليوم عم تحققي هي الشغلات اللي عم تعمليها، عم نعرض لك مسرحيات بمسرح الحمراء عم يكونوا فيها نجوم البلد، عم تعملي افلام قصيره، عم تشتغلي هذا الشغل. انا بصراحه والله يا ريت لو لهلا عندي المسج بتوقع عندي اياها اذا بدور عليها، فانا قلت لها انه وقعتي بمعنى انه في عالم عم يتعبوا ليل نهار صحيح وما عم يقدروا يحصلوا على فرصه. وانا هذا الشيء كثير بقدره وكثير بشوفه من العالم القراب مني مو البعاد، يعني انا ماني عايشه بمكان بعيد عن العالم كله وما بعرف العالم شو عم تعيش وشو عم تختبر. انا بعرف قد ايه في عالم موهوبه ومجتهده جدا وعندها مشروع شخصي كثير كبير وما عم تقدر تاخذ فرصتها. ما عم تلاقي هذا الداعم صحيح. وقد ايه في عالم بالمقابل مشان نحكي الحق كمان، في عالم غير موهوبه غير مجتهده للأسف. ما عم تشتغل على حالها، عم تاخذ فرص ايه عم تاخذ فرص ناس ثانيه يمكن تستاهل الفرصه اكثر بمليون مره. شو قلتي لها؟ هلا انا اللي قلت لها يا بوقتها انا ما راح اقدر انكر انه انا اسم ابي ساعدني مرحله من المراحل، ما حقدر كذب واقول لك انه لا، انه انا حتى لو ما كان هو ابي كنت بهذا العمر ما قدراني احقق هذا الشيء، ولكن وين المعادله الحقيقيه بتصير؟ انه انا على قد ما اسم ابي خدمني على قد ما بلحظه معينه ممكن يكشفني، ممكن يكشف للعالم اذا هالبنت عن جد موهوبه او لا، لانه انا صرت تحت الضوء اكثر والعين علي اكثر، يعني انا المنجز اللي بقدمه العالم بتراقبه بشكل ادق لانه حيقول لك هي بنت غسان مسعود عم تقدم المشروع مو بس لوتس مسعود، فرح تكون المحاكمه اقسى بكثير. وانا هذا تعرضت له من خلال العملين المسرحيين اللي قدمتهم كانه مسرح وهو غربي، انه كان عم بتحاكم كانه انا كاتبه من شي 50 سنه ومقدمه شي 50 منجز فني وادبي، فصارت محاكمتي على هذا الاساس. فقلت لها انا اذا مالي موهوبه، انا عم بحكي عن حالي ما بعرف البقايا يصطفلوا، اذا انا ما كنت موهوبه وما بستاهل هاي الفرصه فالزمن لحاله رح يكشفني، انتم رح تكشفوني صح. رح تقولوا لي روحي عادي بالبيت انت شو عم تعملي عم تاخذي فرصه حدا غيرك، وانا نفسي انا حدا بيحاكم حاله يمكن بطريقه كثير قاسيه بلحظه من اللحظات رح شوف انه انا ما عم بعمل شيء صح فرح احمل حالي روح على البيت وانسى كل الموضوع على بعضه، يعني بالاخر شو بدي اقاتل طواحين الهوى عن جد عرفتي. فانا هيك برأيي موضوع الواسطات وتحديدا ونحن بصراحه كان معنا من الحلقتين كمان المخرج مجيد الخطيب ابن الفنان باسل الخطيب، كمان كنت عم وجه لكم هذا السؤال. الخلاصه اللي بدي اوصلها معاكم انه مو غلط انه يكون في هذا الداعم وراكم، والاقوى من هيك انكم تكملوا تمام، لانه يلي ما بيستاهل هاي الفرصه ما بيوصل أبداً. بيوصل أبداً. يعني نحن مؤخرا صرنا نقول اسم لوتس مسعود بعيدا عن الفنان القدير غسان مسعود، وانت وصلك هذا الشيء ولمستي وصرتي تعرفي هذا الشيء. لوتس الكتابه ولا الاخراج؟ كتابه
دغري هيك كيف مباشرة؟ بسرعة ما حكذب عليكي. ما عاد تعيدي الإخراج؟ لا مو موضوع ما عاد عيده، بس بتشوفي أنت لكن إنسان أنا برأيي لازم يعرف حاله عبكير كتير، ويعرف هو وين مكامن القوة عنده، وما مو مكامن الضعف بس المكامن الأقل قوة عنده. أنا بعرف أنه الكتابة عندي هي الله بيخلق حدا يمكن وبيعطيه شغلة وبيخليه يجرب ويروح ويجي ويمكن يرجع لعندي الفترة. صح، أنا الكتابة عندي إياها والله. أنا مرة كتبت هيك شبه مقالة وقتها أنه كتابة ليست مهنة بل تورط. أنا تورطت بالكتابة، ما كانت قرار، يعني أنا ما أخذ قرار بدي صير كاتبة. أنا بعمر معين بلشت أكتب وراء وحط على جنب، أكتب وراء وحط على جنب، نوع من التفريغ لشي كان جواتي، لحتى هاي الشغلات اللي كنت عم فرغها تحولت لمشاهد، لأفلام، لمسرحيات. فالكتابة هي مشروعي، هي المكان اللي بس أنا إنجز فيه بلاقي إنه هاي لوتس عن جد يلي أنا بدي إياها، يلي أنا بدي شوفها، يلي أنا بعد 20 سنة أو أكتر حتى أطلع لورا أقول إنه أنا بلشت هون ومكنت حالي هون. هلأ الإخراج أنا بشوف إنه هو مشروع قد يكون إذا حققت فيه نتائج، يعني هي معتمدة على النتائج أكتر ما هي معتمدة على قرار. أنا بحس إنه مشان ما كتير كمان يعني أخذ من حقي بهذا الموضوع، إنه أنا في عندي نظرة معينة بهذا الجانب، في عندي هيك يعني رؤية معينة بمجال الإخراج، بحس إنه أنا حابة إني أقدمها، حابة إنه العالم تشوفها من خلال الشيء اللي أنا كاتبته حصراً. إذا قدرت إنه وصله بطريقة صح ممكن إنه تنعاد هاي التجربة ضمن نصوصي أنا الشخصية وضمن تجارب أنا كتير مآمنة إنه أنا بدي أقدمها. إذا لا فأنا أكيد رح كون مركزة على الكتابة مثل ما أنا حضل مركزة عليها حتى لو كان الإخراج جنبها، وحضل مكملة بهذا الطريق. بصراحة لوتس في كتير شباب من هذا العمر، من عمرنا نحن، عمرنا جدا متقاربة، أهدافهم إلى الآن ما أنا واضحة. صح، هنا ما بيعرفوا شلون يعملوا، ما بيعرفوا هن شو الفطرة يلي عندهم، شو الموهبة يلي الرب عطاها ياهن، بعيدا عن الفن بكل شيء. ممكن كل واحد فينا في عنده هيدا الخصلة. صح، الصح نعرفها طبعا، والصح نمسك فيها، والصح نجرب غيرها لنرجع لها. أنا هيك دائما بقول. لوتس بمر الوقت معك كتير بسرعة، كنت كتير بهمني بهذا اللقاء عن جد أعرف لوتس المخرجة، ولكن أنت ما بتسمحي لنا نتخصص معك بشغلة واحدة. عقد ما أنك مجتهدة لازم نسألك عن كل المجالات، وأنا أعتقد حتى إذا غبتي عني سنة واثنين ثلاثة رح أرجع أسألك، لأني متأكدة حترجعي تعملي بصمة بكل مجال يا رب ذكرنا. بالختام بدي منك أكيد كلمة لكل يلي عم يحضرونا، لأنه نحن في عنا مشكلة بصناعة السينما، وأنتم متقنين هذا الموضوع وبتعرفوه ومأيقنينه، ونحن كمان عم نحاول جدا ندعم هذا الموضوع. بهمنا السينما السورية تكون مثل الدراما طبعًا. السورية لهلأ في جمهور ما بيروح بيحضر طبعًا. وكل شيء كل العالم اللي بتروح تحضر سينما يا بيكون فيلم من برا، صح، بيكون مطروش طرش والعالم بس بدها تشوف الفنان المفضل كيف مقدم هالفيلم، يا أما بيكونوا عشاق للسينما وهنا بيكونوا شباب وما أحلاكم وما أجملكم. صح، وعن جد إن شاء الله نرجع نشوفهم بهذا التجمع اللي حيصير أكيد بسينما الشباب للأفلام القصيرة والطويلة. فبدي دعوة منك مو بس للخروج من الداخل، لا تكوني طبعًا أنانية. لا. لا تكوني أنانية. دعوة لأهمية السينما بسوريا، لأنه نحن فعلا عندنا كوادر، ولكن نحن بحاجة كمان لجمهور صح ذواق للسينما من أول وجديد. شوفي بداية هيك قبل ما أوجه الدعوة أنا بس بدي أقول شغلة، أنه غالبا الحق بيكون على هاي القطيعة بين الجمهور وبين السينما أو حتى بين المسرح، مع أنه هدول الجانبين صحيح الجمهور بيروح لعندهم ما بيجي هو لعندهم. المسرح شوي أحسن الحمد لله، وإن شاء الله يصير لسه أحسن. السينما هي اللي هي في قطيعة نهائية تقريبا. بشوف أنا الحق على الصناع هذا الجانب، يعني في ناس لليوم عم تصنع سينما أو حتى مسرح بآلية أنه ما ضروري يجي الجمهور، بكفي أنه نحن عم نعمل فيلم نحن مقتنعين فيه ونحن ضمن قناعاتنا والشغلات اللي بنشوفها صح بالسينما. طب نحن بعد هذا الوقت وبعد هاي القطيعة من الجمهور للسينما ما عم نشوف أنه في مشكلة حقيقية؟ ما عم نشوف أنه بمصر أو حتى بلبنان اليوم عم يعملوا أفلام والجمهور عم يروح كله على السينما ويحضر؟ تمام تمام. ونحن اليوم نعمل فيلم ما بيكون حاضر 5 بالصالة أو حتى أقل، حتى أحيانا ما بيكون في حدا أبدا. لا نهائيا. فأنا يلي بدي أقوله أول شيء هي دعوة لصناع والسينما انه توجهوا للجمهور اكثر، ولما اقول توجهوا للجمهور اكثر مو يعني انه، لانه اليوم للاسف تنفهم كلمه جمهور انه شيء سطحي، لا مو صح. بامريكا ليك يعني السينما اللي بيقدموها هي بتعبي الصالات على مدى اسابيع واشهر، وتكون سينما جدا محترمه وعم تحترم ذائقه الجمهور. نقدم شيء فعلا بيستحق انه يتابع، يكون قريب من كل الناس، يوصل لكل الشرائح، وتكون طريقه تقديمه هي فعلا ممتعه لكل الناس. اما بالنسبه للجمهور فانه يعطوا فرصه للصناع بانه يحضرون، لانه ممكن الصناع بلحظه معينه يحاولوا ما يجي حدا يحضر. صحيح. بسبب التراكمات اللي قبل،
يعطوهم فرصه على الاقل للشباب اللي عم يحاولوا اليوم. اكيد مو بس انا، في كثير شباب عم يحاولوا، يعطيهم الف عافيه، عم يقدموا شغلات نوعيه، يعطوهم فرصه يروحوا يحضروا، يروحوا يشوفوا ويقيموا، وبناء عليه يبنوا هيك ان شاء الله نظره جديده للسينما ولمتابعتهم لهذا المجال العظيم جدا. انا بالاخير بدي اتشكرك لوتس، شكرا كثير لك. نتمنى لك التوفيق بالخروج الى الداخل اللي من الاسمه هيك بدك تروحي تحضريه، لازم تروحي ينحضروا وينعرض عنا بسوريا بشكل صحيح. يا رب. هذا المطلوب من هذا الفيلم وكل الافلام اللي حتشارك بسينما الشباب. شكرا لوتس. شكرا لك. بتمنى لك كل التوفيق، نلتقي قريبا ان شاء الله. ميرسي كثير، انا كثير تشرفت فيكي وانبسطت كثير بهي المقابله المنوعه كثير، وبيزن اللي عن جد كثير اسعدتني المداخله تبعه، شكرا كثير لكم.